شفنا تحذيرات من النقابة العامة للعلاج الطبيعي بعد مجموعة من الشكاوى من مراكز للتدريب وأكاديميات غير معتمدة بتعمل منح أو شهادات أو كورسات بدون ترخيص، وبتدي دبلومات وماجستير ودكتوراه ما شاء الله، كلها حاجات مزورة في مجال العلاج الطبيعي والناس تمشي معاها. ونشوف ده على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي انه دكتور تغذية ودكتور بيشتغل بالإبر الصينية وغيره وغيره وغيره، ودكتور بيشتغل في إصابات الملاعب وهو مش أخصائي علاج طبيعي ولا ينتمي ليهم بأي شيء. ده كمان بتدي كارنيهات مزورة بدون أي سند قانوني لغير المتخصصين، والناس طبعا هي اللي متضررة من ده بصحتها وعافتها، وبيمشوا ورا الكلام ده. ونشوف ترند ونشوف ناس منهم جاي معاهم احد المشاهير، هو كمان خدع زيه زي الناس، فبقى الناس يعني بتشوف ده وتستوسم فيه الخير ويروحوا لدول، والحقيقه بتبقى بعد كده مشاكل صحيه كبيره. خلينا ناخد على التليفون دكتور احمد عزت، امين صندوق النقابه العامه للعلاج الطبيعي ومسؤول المخالفات المهنيه بنقابه العلاج الطبيعي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. عايزين نعرف ازاي بيتم التعامل من قبل النقابه مع هذه المراكز اللي بتمنح كل هذه التراخيص لناس غير كفء في مهنه العلاج الطبيعي، وايه الاجراءات القانونيه اللي بتتم لتحذير الناس من التعامل مع الدكاترة دول زي ما يعني بيدوا لنفسهم اللقب؟ كده ازي حضرتك، ونبتدي عمل البرنامج بخير دايما، وعيد اضحى سعيد على سيادتك وعلى كل المصريين، وان شاء الله ينصر اهلنا في غزة وينصرهم جميعا يا رب. امين. انا حضرتك يعني حضرتك عملت ضبط كبير على كارثة زي ما بنقول اللي حصل. احنا نقابة العلاج الطبيعي على مدار الخمس سنين اللي فاتوا خدت على عاتقها مسؤوليه ان احنا نبقى توجيه للناس وتحذير للناس من ابسط حاجه كلمه نصابين. انتشر في السوق المصري حاجتين، المسميات الوهميه والشهادات الوهميه. باختصار شديد الناس بتمشي ورا حلم مستوى تعليم افضل لاولادها، فبيظهر بعض الاعلانات المموله على السوشيال ميديا عن طريق ان اكاديميه سين او صاد بتمنح شهاده معتمده في كذا وكذا وكذا، زي ما حضرتك كان موضح العلاج الطبيعي، وفي بعض المجالات الاخرى التمريض والطيران والهندسه والمساحه، يعني احنا رصدنا كتير جدا جدا جدا، وبيمنحهم ترخيص مزاوله مهنه وبيمنحهم كارنيهات زي ما حضرتك قلتي. انا عايز اوضح معلومه مهمه جدا للساده الجمهور، ان كل ما يختص بالتعامل مع المريض هو من اختصاص وزاره الصحه، واللي بيتعامل مع المريض ايا كان تخصصه لازم يكون خريج كليه طبيه وحاصل على تصريح مزاوله مهنه. ايوه يا دكتور احمد، ما هو العيان هيروح يقول للمعالج وريني الكارنيه بتاعك بتاع وزاره الصحه؟ يا فندم حقه، ومن حقه يشوف الرخصه اللي متعلقه في قلب المكان. ده حقه، ده 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 الف ب قانون. تاني حاجه، انا عايز اعرف يعني ايه اخصائي بشهاده ست شهور دراسه تاكدويه وانا تحت بير سلم؟ باختصار شديد اي مكان اكاديمي، ليه ما بيتمش غلق هذه الاكاديميات يا دكتور؟ مين قال لحضرتك بيحصل؟ ليه اي مكان اكاديمي بيمنح شهاده اكاديميه لازم يتبع وزاره التعليم العالي؟ ياخد لازم تصريح من لجان القطاع المختصه وتصريح من وزاره التعليم العالي، هل الاماكن دي متاح ليها الكلام ده؟ غلط تماما. فاللي بيحصل الناس بتحصل على الشهادات دي هو مع شهاده مزوره. شهاده ايه اللي بقى بيحصل؟ احنا كنقابه بنبلغ اكثر من جهه، منها مباحث الاموال العامه، منها وزير التعليم العالي، منها ما يختص بالمحليات والمحافظات. وحقيقي في جهد ملحوظ جدا يمكن على مدار السنتين اللي فاتوا تم اغلاق اكثر من 45 اكاديميه وهميه، وتم القبض على يعني معالجين كتير، وشفنا ده على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كان المشاهير السوشيال ميديا تم القبض عليهم لانهم طلعوا ما يحملوش اي ترخيص، وناس كتير اتاذت بسببهم. أنا بفكر حضرتك بقضية كان البني آدمين كان مشهور جدا وبيقضي دلوقتي فترة عقوبة خمس سنين حبس، وقضية التزوير وإنه بيمتهن مهنة مش من حق، وغيره كتير الحمد لله. إحنا بس يعني من منبر سيادتك الإعلامي أنا بطالب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي وزير الصحة تغليظ العقوبة. القانون الحالي بالعقوبة ضعيفة جدا، قانون سنة 3 لسنة 85، بنتكلم على حوالي 34 سنة، أنا آسف لو ما خانيش الرقم يعني. طبعا الأرقام اللي موجودة في القانون لا تصلح للزمن، بيتكلم على 500 جنيه غرامة، هل ده رادع حاليا؟
انه يفتح مكان فيتقفل فياخد 500 جنيه غرامه. انا برضو عايز احذر جدا من المسميات اللي مش نظم، ده تزييف. يعني ما فيش حاجه اسمها اخصائي طب تكميلي، ما فيش حاجه اسمها اخصائي تغيير حركي، ما فيش حاجه اسمها اخصائي علاج بديل، ما فيش حاجه اسمها اخصائي حجامه، كل الكلام ده وهم. فانا لما اروح لحد مسمي نفسه كده ده فورا مش محتاج اطلب له كارنيه ولا اطلب رخصه يا فندم، ده نصاب. انزل ابلغ عنه، والنقابه عامله رقم تواصل خط ساخن واتساب على مدار الساعه. اي مخالفه، اي ملحوظه على دكتور، اي شهاده غلط يتباعت احنا بنتاكد منها. لقينا فيها مش صحيحه او مش سليمه او اسم الدكتور ده مش موجود في السجلات، فورا بنبلغ الجهات المسؤوله فورا، وممكن توصل لمحاضر في النيابه العامه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومسؤول المخالفات المهنية بالنقابة.